حاجة ثالثة قبل ما اطلع لفاصل، احنا خلاص على اعتاب المشاركة في مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي البطولة المستحدثة بمشاركة 32 نادي. الحملة الدعائية لبطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية انطلقت بشكل رسمي، وابتداء من الأمس واليوم وفي الأيام المقبلة حتى موعد انطلاق البطولة يوم 15/6 هنبدأ نشوف فيديوهات ترويجية وإعلانات دعائية لهذه البطولة من كل الأندية المشاركة عبر السوشيال ميديا وصفحاتها الرسمية طبقا لما هو مقرر مع الاتحاد الدولي بشكل الإعلان الدعائي والإعلانات الترويجية لبطولة الأندية. تعالوا نشوف النهاردة النادي الأهلي لما حب يبدأ هذا أو هذه الحملة الترويجية للبطولة، اتكلم النهاردة ونشر من خلال الحساب الرسمي للنادي الأهلي فيديو قصير جدا أهلا ومرحبا بمونديال الأندية. نطلع نتابع ثم نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع نستكمل باقي فقرات برنامج الترند.